بعد علامة الاستفهام التي وضعها قبل أيام حول خطواته التالية في حال لم تتألف حكومة قبل تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية، عاد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ليشغل من جديد بال حلفائه قبل خصومه السياسيين ويثير شكوكهم ومخاوفهم حول حقيقة النوايا التي يضمرها لناحية البقاء في القصر الجمهوري وعدم تسليم السلطة إلى حكومة تصريف الأعمال، أم المغادرة ليلا وعدم البقاء دقيقة واحدة إضافية كما سبق أن كرر غير مرة. قلت مرارا إنني سأترك القصر إذا كان يوما طبيعيا لا أحد يضمر فيه شرا، وآمل في ليل 31 تشرين الأول أن يكون كل شيء طبيعيا كي أعود إلى بيتي باطمئنان. عبارة لافتة قالها الرئيس عون من ضمن حديث صحفي للكاتب نقول نصيف في جريدة الأخبار، ويبدو أنه تقصد الإبقاء على الغموض وعدم الإفصاح عما سيقوم به في يومه الأخير، فقال: لن أقول ماذا سأفعل، قراري المعروف مغادرة الرئاسة في نهاية الولاية، لكن حذاري، خيوط المؤامرة بدأت من الآن، والأدهى أن تستمر إلى ما بعد المهلة الدستورية والشغور، وحتى قلقي على الأمن لا أستبعده. وفي معرض حديثه قال عون: صحيح أنني لن أتسلم الرئاسة من خلف، إلا أنني أتمنى أن أسلمها إلى من يخلفني الذي يبحثون عنه الآن، وآمل أن يوفقوا كي أباركه وأسلمه الأمانة. سأسعى بكل جهدي كي نصل إلى انتخاب رئيس قبل نهاية المهلة الدستورية، أما أن يقع الفراغ فحتما لست أنا من يتسبب به ولن أكون مسؤولا عنه. المسؤولية الظاهرة هي لمجلس النواب، لكن المسؤولية الفعلية هي لمن يقف وراء تعطيل انعقاد المجلس. فماذا عنى رئيس الجمهورية بقوله إذا كان يوما طبيعيا؟ وهل هذا يعني أن الإخفاق في تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات يراه يوما غير طبيعي وبالتالي وجب بقاؤه في بعبدة؟ رئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور وعلى تطبيق الدستور، وشفنا هالشي بالمرحلة السابقة، فالأكيد أنه الرئيس عون مش حيقوم إلا بخطوات دستورية، وكل التنظير الإعلامي بهيدا الموضوع مش بمطرحه. لما الرئيس عون بده يشوف أنه البعض عم بيقوم بمخالفات دستورية رح يستعمل صلاحياته حفاظا على الدستور يلي أقسم اليمين بالحفاظ عليه، وما حدا يحلل بهذا الموضوع أكثر من هيك. وإذ أعلن الرئيس عون عدم ممانعته بقاء حكومة تصريف الأعمال مع أفضلية إضافة 6 وزراء دولة سياسيين إليها، حذر من تحضير البعض لليوم الأخير في ولايته، متحدثا عن مؤامرة أشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور انطلاقا من حكومة تصريف الأعمال أو أي سبب آخر، كاشفا في الوقت نفسه أنه لن يكون متفرجا في الرابي، لسيما أن له تأثيره السياسي والشعبي، وأنه سيترك للتيار الوطني الحر القيام بالدور المنوط به في انتخابات رئاسة الجمهورية والخيار الذي يريده. فكيف سيواجه التيار المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد التيار الوطني الحر بيخشى على لبنان وعلى مصير لبنان، ونحن شايفين بعض الأشياء اللي عم تتحضر للمرحلة القادمة ويلي فينا نعتبرها جزء من مؤامرة بتديرها جهات خارجية وبتستعمل بعض الأدوات الداخلية الرخيصة لتنفيذها. التيار بأتم الجهوزية للتصدي لأي محاولة لإرباك الساحة الداخلية، ومش من الضروري نعلن من اليوم شو ممكن يكون موقفنا أو شو ممكن يصير ونعمل نحن بالمقابل، بس الأكيد بدنا نطلب من اللبنانيين التنبه بالمرحلة القادمة. غموض الموقف السياسي للرئيس عون والتيار الوطني على حد سواء لفترة ما بعد 31 تشرين من شأنه إبقاء الجميع في مربع الترقب والحذر من مرحلة يحكى أنها قد تبدأ بالشغور والفوضى الدستورية والأمنية، ولا ندري إلى أين قد تصل. دارين دعبوس، قناة الجديد.